أهلا بكم من جديد. فضيلة المفتي، كنت قبل الفاصل بتتحدث عن حد الردة، واستفضت في فكرة الحد ده على اعتبار أنه لم يأتي عقوبة صريحة في القرآن الكريم، وأيضا لم نعثر على عقوبة في المتواتر من الأحاديث، فذهبنا إلى حديث أقل قوة ومصداقية. تفضل. العقوبة واردة في القرآن الكريم كعقوبة أخروية، أيوة، العذاب كعقوبة دنيوية مش موجودة. اللي وجد في هي السنة أثبتت عقوبة دنيوية، من بدل دينه فاقتلوه بخطب ولي الأمر، بخطب الدولة. مستوى الحديث من رتبة الحديث، فالحديث هذا هو ليس ضعيفا، بل هو حديث صحيح لكن ليس متواترا. هل حنأخذ به في هذا المجال ولا لا؟ لابد أن ينضم إليه حديث الآخر في فهمه، اللي هو حديث التارك لدينه المفارق للجماعة، ده لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة. فأعطاني وصفين هذا الحديث الثاني، أعطاني وصفين، الوصف الأول ترك الدين، الوصف الثاني مفارقة الجماعة. الحديث الأول أعطيني وصف واحد وهو تبديل الدين، من بدل دينه، ما قالش من بدل دينه وفارق الجماعة، لا، قال لي من بدل دينه فاقتلوه. فهل أنا أفهم الحديث الأولين وحده والحديث الثاني وحده، ولا نجمع ما بينهم ونفهم هذا الإطلاق في حديث من بدل دينه فاقتلوه في ضوء هذا التقييد بالوصف الثاني المفارقة الجماعة، المفارقة الجماعة؟ وكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فهمنا مع الجمع هكذا كأنه يقول لي من بدل دينه فاقتلوه إذا كان مفارق للجماعة. بهذا الفهم هنا في شرط، هنا في شرط نعمل بهذا القيد. ولذلك يقولون المطلق يحمل على المقيد، فيفهم المطلق أو الإطلاق في ضوء التقييد، ما ينفعش تفصل الاثنين عن بعض. على هذا الأساس في هذا الفهم حارب أبو بكر الصديق، شوف كم سنة بقى في عهد الرسالة المحمدية لم يقتل فيها ولا مرتد، مع وجود وصف المرتدين في هذا الوقت، لكن لم يقتل فيها أحد. ليه؟ لأنه لم يكن ثمة إخلال بأمن بالمجتمع كله بنسبة للردة الحاصلة، وإنما كان ذلك هذا الترك للجماعة الذي يؤدي إلى تقويض الجماعة ويؤدي إلى تقويض الأمن المجتمع، اللي هو فكرة النظام العام التي نتبناها في قوانين الحديثة لم تكن موجودة في الحالات الفردية، وإنما وجدت لما وجدنا حالة معينة اللي هي وجدت في عصر سيدنا أبو بكر الصديق، اللي هي حرب المرتدين، اللي امتنع عن أداء الزكاة، لا، حرب المرتدين الذين ارتدوا عن الدين. مانع الزكاة كانوا بتأويل وتفسيرات عندهم، وقالوا لا، كنا نعطي الزكاة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات أو انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الارتداد، فخلاص احنا معاش مخاطبين يعني، إذن حروب لكن نزال مسلم. ولذلك احنا هذه الحالة احنا بنحاربها عشان خطر حقوق العباد في الزكاة، لا، احنا ده حق ثابت وساري إلى أن تقوم الساعة، ركن من أركان الإسلام موجود. ولذلك سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، هي برتبة واحدة، هذا فرض وهذا فرض. لكن هناك أناس آخرون قد فارقوا الجماعة، قد ارتدوا عن الدين وفارقوا الجماعة وتحيزوا، أصبحوا خطرا على المجتمع. هنا تأتي المشروعية في القتال، فاقتلوه بقى هنا في هذه الحالة، فنروح نحارب احنا كدولة. ولذلك هذه ضمانة حقيقية لهذه الحدود، إن هي من اختصاص ولي الأمر، كل هذه الحدود في عقوباتها وفي تحقيق هل ارتكبها ولا لم يرتكبها، يعني بداية من الاتهام إلى التحقيق إلى ثبوت التهمة إلى التنفيذ، كل ذلك من اختصاص الدولة، ليس للأفراد فيها نصيب أبدا بحال من الأحوال. ولذلك من ينصب نفسه ويقول فلان عمل كذا نقتله، لا، ده يحاسب ده ويقتل، هو ده محرض، لا يقتل على انه في هذه الحاله لم يحقق في المساله. الامام القرافي ضبط لنا المساله، يقول لكم في مسيرتكم للحياه كل امر يحتاج الى نظر في سببه ومسببه، فلا بد من اللجوء فيه الى القضاء.
يعني الأمر اللي يحتاج إلى اجتهاد وتحرير ونظر، وده قتل ولا ما قتلش، وقتل ونوع قتله إيه، والتهمة ثابتة ولا مش ثابتة، ده عايزة تحقيق بينات، عايزة متخصص، عايزة قاضي عايزة قاضي من قاضي. القاضي السقام مظبوط. ولما نثبت التهمة ننظر أيضا كفنية العملية القضائية التي تشبه أو تشبهها الفتوى. إذا أنت أمام تنظيم دقيق للغاية من ناحيتين، الناحية الأولى النصوص المثبتة للتجريم والعقاب هي بالنص الصريح القطعي، نمرة اثنين من ناحية التطبيق لهذا الأمر لا ينبغي أن يترك للأفراد لأنه يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى ضبط.